ووصلنا لمساحتنا الأخيرة لليوم، ورح تكون ضمن طقوس الشهر الكريم مع المولوية. هذا الطقس صار شيء دائما بنشوفه بكل المناسبات الدينية، وبتحسي دائما لما يكون موجود صحيح. الشخص اللي عم يأدي هي الرقصة بشكل دائري بيوصل لحالة هيك من سمو روحاني أكيد صحيح. وهي ملفتة، يعني بتحسي أنت بلا شعور يعني في جذب للقصة. وفي أسئلة استفهام كتير أنه هو كيف قادر اليوم عم يأديها بهذا التوازن. نحن بنعرف أكيد القصة بدها تدريب، اليوم رح نحكي أكثر عن هي القصة ونعرف تفاصيل من ضيوفنا. أكيد لهيك بسعدنا نرحب بالسيد محمود الطير وابنك عصام. صباح الخير ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير يا عم. أسعد صباحكم. الله يسلمك. رمضان كريم. مرحبا يا عصام. أهلين. كيفك؟ الحمد لله. حلوة طاقتك، هلا بدي أجربها. خلينا هيك بداية نحكي عن الطقس المولوية بشكل سريع، يعني نعرف فيه. هي المولوية تأتي كلمة مولوية عبارة عن كلمة الولاء للمولى سبحانه وتعالى. نعم. وهي المولوية عبارة عن دوران ذاتي يقوم به الدرويش أو المولوي منذ الصغر. من عمر عصام وأصغر يقوم بالتدريب، بدها تدريب نظار ورغبة للمولوي المؤدي لهذه الطريقة. نعم. المولوية وتنشط المولوية في الأشهر العبادات مثل شهر رمضان الكريم هلأ. والمولوية هي طريقة من الطرق الصوفية المعروفة في عنا في بلاد الشام. طيب مثل ما بنعرف هيك اي موضوع بيكون خصوصا لما يكون معروف عبر الازمان بيكون له مدارس، فالمولويه بتاديه الرقصه اذا فينا نسميها الى مدارس، هي بتختلف بين الشام بين دول عربيه ثانيه. المولويه عندنا في دمشق هي الاساس في تكيه المولويه بمنطقه الحجاز، وهناك جامع اسمه جامع المولويه. وعندنا تكيه مولويه بحلب الموجودين في سوريا. نعم هدول هن الموجودين عندنا. خلينا نحكي عن الآلات الموسيقية، في شيء آلات محددة مفروض تكون موجودة أثناء المولوية؟ هلا بزامن المولوية فرقت الإنشاد، والإنشاد بزامنه الآلة الدف والناي. أكثر شيء الدف. أكثر شيء الدف والناي. بينتقل المولوي في مرحلة تصاعدية مع إعلاء الإنشاد بالرتم السريع مع الرتم الموسيقي السريع. خلينا هيك ننتقل ندردش شوي مع عصام. عصام من ايمتى بلشت تتدرب على المولويه؟ من الصف الثاني. هلا انت اي صف؟ خامس. صار لك يعني 3 سنين. نعم. احكي لنا بتلاقي صعوبه يعني كيف تتدرب انت والبابا او بتروح بتأدي حفلات ولا كيف بتلاقي الوضع؟ عندي حفلات. بتحب الحاله؟ يعني بتلاقي في صعوبه؟ لا. هي بدها حب ورغبه. هلا انا ابا عن جد الوالد وجدي وراثي اخذينه، لانه المولويه هي طريقه بيشعر فيها المولوي، هي رحله رحله يقوم فيها بالارض بس، لكن الروح تتصاعد في السماء مع يمكن بيصير فصل للحواس. يعني يمكن انت اثناء الدوران بيكون عندك فصل حواس كامل عن المحيط اللي حواليك. نعم. يعني ولكن مثل ما قلنا بالمقدمه في نقاط استفهام كثير من الناس انه عن التوازن، مثل بس شرحت لنا حضرتك انه بحاجه لتدريب كثير كبير، ولكن بجوز هل ممكن يكون بعض الهفوات اثناء الطقس او لا؟ بتكون متحكم بحالك يعني بشكل كتير كبير. يأتينا مريدين كتير لهذه الطريقة بيطلع عندهم مشاكل بالإذن الوسطى باللي ما بيحسنوا يتابعوا معنا بهالموضوع. تمام. أنا هذا اللي كان بدي أسأله لحضرتك، هو يعني المؤهلات اليوم الجسدية اللي لازم تتوفر، شو الصفات اللي لازم تتوفر؟ يعني مثلا عم نحكي عن عصام بلش وهو كان بالصف الثاني يعني بعمر صغير، هو أنت دربته يعني ولا هو كان عم يشوفك وتلاقيته تلقائيا عم الرغبة هي اللي خلت عصام يتعلم من أبوه، لأنه حب هالقصة، بدها حب وبدها رغبة وبدها جسم سليم، وخصوصي الإذن الوسطى تكون عند الشخص المؤدي للطريقة المولوية يكون سليم من هالناحية. طيب خلينا نحكي عن الفرقة، وقت نقول فرقة مولوية موجودة، هل في تشكيلة أو في تسميات لكل شخص بالفرقة أو لا مجموعة كاملة بتكونوا؟ موجود عندنا بالطريقة المولوية شيخ المولوية. خلينا هيك نفصل بهدول القصص شوي. شيخ المولوية الذي يكون شيخ المولوية اليوم عندنا في دمشق الشيخ محمد فائق مولوي، بيلبس الدستار المميز لشيخ الطريقة.
وعلى يمين الشيخ الطريقة بيجي شخص اسمه الميدنجي، مسمى بالطريقة المولوية الميدنجي، هو اللي بينزل الدرويش وبيقول له وين يفتل، بالجامع وبحلقات الذكر. هدول الشخصين الأساسيين عنا بالمولوية. نعم. كم شخص هنون؟ المولوية عنا مفتوح القصة مفتوحة. يعني ما في لا لا لا. بس دائما بلفت نظرنا اسم الدرويش، يعني هي تاريخيا قديمة أكيد. نعم. القصة يعني هيك شو بتعرف عنها هاي معلومات؟ الدرويش هي حالة الزهد. الزهد عنا بالمولوية حركات. تعي عصام لعنا خلي البابا يشرح لنا شوي. الحركة اليد اليمنى الأساسية المرفوعة نريد الله ولا نريد الدنيا وملذاتها، هي المولوية حركات زهد كلها. خلينا نعطي كمان أمثلة كونا. نعم. أعطينا أول مثال. الحركة الثانية عنا حركة الدعاء. نعم. لله عز وجل. والحركة الثالثة عنا الحركة يلي من نذكر العالم فيها أنه في ملكين على طول، في رقيب وفي عتيد، انه في ملك بيكتب الخير وملك بيكتب الشر. هدول الحركات الاساسيه للمولويه. والحركه الرابعه اليد الخير فوق الشر، اليد اليمنى فوق اليد اليسرى. نعم. بس الحركه الاساسيه للمولويه هي الحركه انه اليد اليمنى نريد الله والاخره ولا نريد الدنيا وملذاته. كل حركة لها يعني لها معنى أكيد. طيب خلينا نحكي كمان عن اللباس، يعني يلي أنت لابسه حضرتك أكيد، يعني كل قطعة يمكن لها تسمية معينة. هلا هي التنورة البيضاء عن بياض نقاء القلب والبياض، بتذكرنا بالآخرة بالكفن جلال الدين حالة الرومي الزهد مولانا. يمكن اللي نعم تكون نعم. موجودة. والكلاه مسميه الكلاه، كلاه اللون الترابي اللي بيذكرنا بالشاهدة تبع القبر. يعني نحكي نحن اليوم مو بس انه كفرقة في تفاصيل، في خصوصية ان كان باللباس ان كان بالاداء بالحركات اللي عم تستخدموها اثناء الاداء، وايضا حكيت انه الاساسيين بالفرقة كمان لهم دورهم وخصوصيتهم الاساسية. حابين نشوفكم نحن ان شاء الله. عصام قبل بدك بده يكون معك عصام؟ بده يكون عصام. مين اشطر انت ولا البابا؟ احكي 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 احكي. لا ما هي المشاهدين ما رح يعرفوا شو يعني بابا عم نسى. البابا اشطر؟ لا انت قوم فرجينا انك اشطر. يلا حابين نشوف شكلكم، ساعدوا بعد اذنكم. يحطوا لنا الموسيقى. يمكن انتم بحاجه لمساحه اكبر، ولكن احنا اليوم على هو كبر ضمن الامكانيات المتاحه حابين هيك نزين صباحنا فيكم. اكيد تكرم عليكم. هنعلي لكم صوت السبيكر. يلا عصام بدنا اياك هيك
شكرا شكرا لهاللوحة هيك اللي زينت صباحنا لليوم. تعال عندي عصام، تعبت؟ خفت عليه. بدنا نشكرك استاذ محمود الطير. الله يخليك، وانتم بخير. وانتم بألف خير، رمضان كريم. تفضل لهون. حلتوا صباحنا، بنشكر وجودكم اليوم معنا ويعطيكم الف عافية. كنتوا معنا السيد محمد محمود الطير واكيد ابنك عصام، اهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك. شكرا لكم، ونحن وصلنا نرمين لنهاية صباحنا لليوم. تحب تخطر معنا اليوم صباحنا؟ يلا خلينا نقول لكل حدا اللي هيك اليوم عم يشوفنا، رمضان كريم وبقيت نهار حلو لكم، ويكون هيك خير وجبران خاطر. كونوا بألف خير، ولاقونا بكرة 9:30 صباحا بفريق جديد وكادر جديد. من هلأ لوقتها كونوا بألف خير. خلي قلن كونوا بخير. يلا كونوا بخير ورمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير.